السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ترى أنا أقوم الآن بعملية وضع البذور. هذه إسفنجة عادية كما ترى، يعني بعد أن نغسلها ونعقمها كما ترى هنا، أنا أحدثت ثقب هنا. نحدث ثقب هنا بهذه الطريقة، بأي ملقط أو بأي أداة حادة تعمل ثقب هنا، ومن ثم تأتي مثلا هذه البذرة، تضع في يدك قليل من المياه وتمسك البذرة هكذا، ومثلا تأتي بالبذرة وتضعها في هذا الثقب هنا بهذه الطريقة. انظر، دخلت هنا، ومن ثم تضع هذه الإسفنجة في مكانها، وبعد ما تنتهي من أنا انتهيت منها، تضع مياه، يعني نضع مياه هنا بهذه الطريقة، هنا مياه لتصل لي تقريبا إلى حد هنا، يعني منتصفها أو تلتها، ويمشي الحال إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.